فرنسا قبل عشرات السنين، ما يقارب أكثر من نصف قرن، كان هناك رجل شيخ كبير يعمل في دكان. هذا الرجل من أصول تركية، عاش في فرنسا، يسمى الشيخ إبراهيم. كان يعمل في بقالة، دكان يبيع مواد غذائية ويشتري منه الناس. وكانت هذه البقالة دكان في عمارة في أحد شققها تسكن عائلة يهودية، وكان لهذه العائلة طفل صغير عمره 7 سنين اسمه جاد. كان هذا الطفل يأتي يوميا يشتري من هذا الشيخ الكبير، يشتري حاجيات البيت، وكان في كل مرة يشتري يسرق قطعة شوكولاتة صغيرة يضعها مع الأغراض. والشيخ إبراهيم يعلم عنه لكنه يسكت، فالطفل صغير ويشتري كل يوم، والشيخ إبراهيم معتاد على السماحة وطلاقة الوجه. وفي يوم من الأيام نسي الطفل جاد أن يسرق قطعة الشوكولاتة، فناداه الشيخ إبراهيم وهو خارج، قال له: يا جاد ارجع. قال: نعم. قال: نسيت الشوكولاتة. قال: ماذا؟ قال: التي تأخذها كل يوم نسيت أن تأخذها اليوم. خاف الطفل، علم أن الشيخ صاحب المحل الدكان يعلم عن سرقته كل يوم، طفل صغير خاف. قال: وتدري عني؟ قال: نعم أعلم. والشيخ إبراهيم يضحك. قال لهم: ماذا ستفعل بي؟ هل ستخبر الشرطة عني أو تخبر أهلي؟ قال: لا، لن أفعل شيئا، لكن عندي شرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ الآن الطفل اليهودي يكلم الشيخ إبراهيم المسلم التركي. قال الشيخ إبراهيم لهذا الطفل: عندي شرط. قال: وما شرطك؟ قال: ألا تسرق من اليوم فصاعدا مني ومن غيري. إذا عاهدتني على هذا عدم السرقة أبدا فإنني أسامحك. قال: أعاهدك ألا أسرق من اليوم فصاعدا. قال: إذن فاذهب ولك مني كل يوم أن أعطيك نفس الشوكولاتة بدون ما تسرقها. فرح الطفل، من يصنع له مثل ما صنع صاحب المحل؟ على الأقل، على الأقل لو غيره، لو عنفه، صرخ عليه، طرده من المحل، لكنه يعامله بهذا الأسلوب. أحب الطفل جاد هذا الشيخ الكبير، كل يوم كان يأتي إليه يشتري الحاجيات ويتحدث معه ويمازحه قليلا. تعلق الطفل بهذا الشيخ. مرت السنون، كبر الطفل شيئا فشيئا، ناهز الحلم، بلغ الطفل، صار شابا يافعا. وهو في مرحلة الشباب، والشباب في أوروبا يمرون بمشاكل، كان كلما مر هذا الشاب جاد وهو يهودي، كلما مر بمشكلة وضائقة وهم لجأ لمن؟ لذلك الشيخ الكبير. جلس معه يشتكي له ويخرج ما في صدره من هموم، فلا أبوه ولا أمه ولا إخوانه ولا أصحابه ينفعونه إلا هذا الشيخ. وكان الشيخ إبراهيم لما يأتي جاد الشاب الفرنسي اليهودي يجلسه عنده يشتكي له همه، يقول له: انتظر، وعنده صندوق، يفتح الصندوق ويخرج له كتابا. جاد ما يعرف شنو قصة هذا الكتاب، فيعطي الشيخ إبراهيم الكتاب لجاد، يقول له: افتح لي أي صفحة. يفتح أي صفحة هكذا عشوائيا، يفتح صفحة يقول: تفضل. فيقرأ الشيخ إبراهيم هذا الكتاب الذي هو القرآن، وجاد ما يعرف، يقرأ الصفحتين ثم يشرحهما لجاد ويوجد له حل المشكلة من خلال الصفحتين. أي صفحتين في هذا الكتاب؟ وكان جاد يتعجب، شنو هذا الكتاب اللي كل ما وقعت في مشكلة وأفتح أي صفحتين أجد فيها الحل؟ كتاب عجيب، كتاب غريب. مرت السنون ومرت الأيام، وجاد كلما وقع بمشكلة ذهب للشيخ إبراهيم. في يوم من الأيام غاب الشيخ عن المحل، سأل عنه جاد، اكتشف أنه مريض وفي المستشفى، وما هي إلا أيام ويتوفى ذلك الرجل الشيخ إبراهيم التركي اللي في فرنسا، توفي في ذلك اليوم. وقبل أن يموت
قال لأولاده الذين حوله، أولاد الشيخ إبراهيم، قال لهم: هذا الصندوق لا تفتحوه، أعطوه مني هدية لذلك الشاب الذي اسمه جاد، وقولوا له هذه هدية من الشيخ إبراهيم، ولا تفتحوا الصندوق. ما فتحوه، ما يدرون شنو فيه. فلما جاء الشاب جاد وهو حزين يعزي أصحابه وأولاده الشيخ إبراهيم، أخذوه على جنب، قالوا له: إن أبانا قبل أن يموت أعطاك هدية. قال: وما هي هذه الهدية؟ قال: هذا الصندوق. فرح، كم فرح جاد اليهودي بهذا الصندوق، علم أن فيه كتاب فيه حل لجميع المشكلات، أخذه وضعه في بيته، كنز من الكنوز، هذا ما يعرف أنه القرآن. ومرت الأيام ومرت الأسابيع، وقع جاد بمشكلة وضائقة، لكنه هذه المرة ما عرف يلجأ لمن. شيخ إبراهيم مات، أذهب لمن؟ تذكر الصندوق، ذهب إلى الصندوق ففتحه وأخرج الكتاب، ما يدري أن القرآن، لكن ما يعرف يقرأ. ذهب بهذا المصحف، يعرف أن عربي، وبحث عن صاحب فوجد صاحبا تونسيا في فرنسا يعرف اللغة العربية والفرنسية، صاحب لجاد. قال له: أنا هذا الكتاب أريد أن أقرأ منه صفحتين أفتحهما، هل تستطيع أن تشرح لي؟ قال: نعم. يقول وفتح صفحتين، وأخذ هذا الشاب العربي يترجمهما بالفرنسية لهذا الشاب اسمه جاد، وبعدها بكى جاد ووجد حل مشكلته في تلك الصفحتين، تعجب. قال: ما هذا الكتاب، سحر؟ قال: لا، هذا هو كتابنا، كتاب من الله عز وجل، إنه القرآن، كتاب المسلمين. قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصار نورا وهداية للعالمين، فيه شفاء لما في الصدور. أخذ يشرح له القرآن. قال: وكيف أصير مسلما؟ الآن جاد علم أن هذا القرآن هو الذي حل كل مشاكله سنوات طويلة. قال: كيف أسلم؟ قال: بسهولة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخذ جاد يشهد الشهادتين وأعلن إسلامه ودخل في دين الله عز وجل. كان عمر جاد بالعشرينات في ذلك الوقت، أخذ يتعلم الإسلام وصار من أفضل الدعاة إلى الله في أوروبا. أسلم على إيده في أوروبا خلال تقريبا سنوات 6000 واحد في أوروبا. كان ضمن الأوراق اللي ورقة داخل الصندوق آية كتب عليها الشيخ إبراهيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أخذ جاد يتعلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قرر أن يسافر إلى أفريقيا، وفعلا سافر جاد الذي سمى نفسه جاد الله القرآني، تغير اسمه، جاد سمى نفسه اليهودي، سمى نفسه جاد الله القرآني. كان عنده أم يهودية متطرفة متعصبة تحارب طوال تلك السنين. ظل جاد الله في أفريقيا 30 سنة يدعو إلى الله. تعرف كم أسلم على يده؟ ملايين، ملايين أسلموا على يد جاد الله القرآني، بسبب من؟ الشيخ إبراهيم صاحب الخلق الحسن، راعي الدكان. توفي جاد الله سنة 2003، قبل 7 سنوات من الآن توفي جاد الله. بعد سنتين 2005 أسلمت أمه اليهودية، تقول: لصبر ابني ودعوته وفعله أسلمت. أمه اليهودية المتعصبة أسلموا على يد من؟ على يد جاد. يقول الدكتور صفوة حجازي أحد الدعاة المشهورين: كنت في مؤتمر في لندن، رأيت شيخا من شيوخ قبائل أفريقيا، كنا نتحدث عن وضع دارفور. يقول: فلما جلست مع هذا الشيخ شيخ القبيلة، قلت له: تعرف جاد الله القرآني؟ يقول: فقام، قال: وأنت تعرف جاد الله القرآني؟ قلت: نعم، التقيت به وسلمت عليه قبل وفاته في سويسرا في المستشفى، مات. يقول: فأخذ يدي يقبلها. قال: لما تقبلها؟ قال: لأنك صافحت جاد الله القرآني. قال الدكتور صفوة يكلم هذا الشيخ الأفريقي، قال: وأنت أسلمت على يد جاد الله؟ قال: لا. قال: أنا أسلمت على يد دكتور أسلم على يد جاد الله القرآني. ما الذي جعل جاد الله يسلم ويدخل في دين الله؟ ما الذي جعل الملايين في أفريقيا يدخلون في دين الله؟ ما الذي جعل الآلاف وعشرات الآلاف في أوروبا يدخلون في دين الله؟ إنه خلق حسن من رجل شيخ كبير اسمه الشيخ إبراهيم، كان في دكان يبيع الحلويات
والمواد الغذائية، حسن خلقه أدخل الملايين في دين الله عز وجل. الدعوة إلى الله من أعظم الفضائل، لكن بالأسلوب الحسن والموعظة.